اليوم سنعرض لكم الجزء الثاني لقصة الحرامي النشال وماذا حصل له بعد أن قضى ليلة مرعبة في البيت الغريب. بعد أن قفز اللص النشال من النافذة المطلة على فناء المنزل هرب إلى بيته وجلس يتذكر تلك المشاهد المرعبة، خاصة أصوات الحيوانات التي كان شكلها من الأعلى مثل الطيور ومن الأسفل مثل الحيوانات المفترسة. قال في نفسه: يجب علي أن أنسى تلك الليلة المرعبة، ويجب أن أبحث عن عمل بديل عن السرقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وما يأتيني منها إلا المصائب والسجن، لذلك سوف أختار عمل يناسب قدراتي. للأسف أنا لا أمتلك أي شهادة علمية ولا أمتلك أي واسطة لكي أتوظف في إحدى الشركات. قال: تذكر لي صديق قديم اسمه أمجد، له خبرة في مجال التجارة، لعلي أجد عنده عمل يناسبني. أخذ الحرامي يبحث عن رقم موبايل أمجد في أدراج خزانته ووجد الرقم، ثم بدأ بالاتصال عليه وقال: هلا يا أمجد، أتذكرني؟ قال له أمجد: نعم، أنت صديق منذ زمن بعيد، ماذا تريد مني؟ قال: يا أيها الصديق القديم، إني أحتاجك، إني أريد عمل. قال له أمجد: هل تمتلك شهادة علمية؟ قال الحرامي: لا. قال: للأسف أنا لا يوجد عندي عمل لأصحاب الشهادات، إلا أصحاب الشهادات خاصة تخصص التجارة والمحاسبة. شعر الحرامي باليأس الشديد، فقفل الموبايل في وجه أمجد وقال في نفسه: سوف أعود للسرقة، سوف أنسى فكرة البحث عن عمل. فجأة رن الموبايل، إذا وهو رقم غريب من شركة الاتصالات، وقالت له: لقد ربحت معنا جائزة مالية في سحابات العشوائية على الأرقام التي تستعمل خطوط شركتنا. شعر الحرامي بفرح شديد. انتظرونا في الجزء الثالث لقصة الحرامي النشال.